مساء الخير لكم مشاهدي قناة العالم سوريا، مساكم حب وأمل وأمان وطاقة إيجابية. الشيء اللي نحن كتير بحاجته بهالأيام العصيبة والظرف الاستثنائي اللي عم يمر فيه البلد. مساء الخير سبا. يسعد أوقاتك فارس. نحن بقناة العالم سوريا رفعنا شعار التزامك وعي، لأنه قد ما بنقدر أنه نحن نتقيد فعلا بالإجراءات الوقائية والصحية والمجتمعية، سواء هالشي كان بساعات الحظر أو حتى قبلها، منكون على الطريق الصحيح لنتجاوز هالمحنة. خلونا هلأ نتعرف على أبرز محطات دامسكو لليوم. الطب الصيني عالم من العلاجات المتنوعة. مدونة وطن مرآة الصحافة الإيجابية. التنمر في الأزمات أذية مضاعفة. في ظل انتشار كورونا التزامك وعي. متابعينا، نحن لما بنطلب عن طريق وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي إنه نهتم كتير بإجراءات الوقاية من كورونا، ففي كتير أهداف، بس أهمهم إنه نحن نحمي الناس اللي منحبهم الغالين على قلبنا، بركة أيامنا خاصة الكبار بالسن. واليوم في رسالة من أطفال سوريين ببراءة وحب، حبوا يوصلوا رسالة لكل العالم. خلونا نتابع سوا. هي الكنز اللي ما بنشعر بقيمته الا وقت ننحرم منه. بهالوضع الصعب ما بدنا نخسركم وتخسرونا، لازم نكون كنا ايد وحده حتى نقدر نهزم وباء كورونا. لازم انتم تضلوا بالبيت مثل ما نحن ضلينا بالبيت. نحن تركنا المدرسه والتزمنا بالبيت من شانك ومن شاننا كلنا، مشان نحميكم ومشان نحمي بلدنا سوريا. الكورونا على الكل، بس قدرتنا رح تخليها تفل. لازم نكون كنا ايد وحده لنتخلص من هالمرض وما نطلع برات البيت الا عند الضروره. نحن التزمنا بس انتو ساعدونا. نحن التزمنا بس انتو ساعدونا. اكيد سوريا الله حميها. اليوم متابعينا كتير الناس وكلنا، حتى خلينا نقول فارس، صرنا عم نتابع قصص الطب ويعني تطور عمل الأطباء خطوة بخطوة. صحيح. خاصة أنه هنا برحلة البحث عن علاج وحل لفيروس كورونا، فبتلاقي ويل ترند بين الناس. صحيح. الحديث عن الصحة والطب. واليوم ضيوفنا رح يعطونا تفاصيل أكثر عن الطب البديل والطب الصيني. لنتعرف بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع رح نستقبل بالاستوديو المعالجين الفيزيائيين زينب عكوري ويحيى رجوب. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا. يا أهلا وسهلا فيكم. مثل ما حكينا اليوم، يعني يمكن أكثر حدا عم يشتغل على الأرض هن العاملين بالحقل الطبي بمختلف أشكاله، فرح نضوي معكم اليوم على الطب البديل، على الطب الصيني. يعني بداية مدام زينب، هيك إذا بدنا نعطي شوي للناس لمحة عن الطب الصيني، لأنه يمكن الموضوع بالنسبة لهم مختلط وما أنا واضح، يعني هو يمكن بيختصر بالإبر الصينية. لا، هو ما بيختصر بالإبر الصينية، لا نحن بنقول هذا المفهوم واسع. الشائع أنا بقصد. تماماً. هلا هو بحسن إليك، نحن قد ما هلا حصينا فيه ما عم نحسن نحصيه، لأنه هو أكبر من هيك. عرفتيكي؟ هلا هو يتضمن ريفلكسولوجي، سوجوك، شياتسو. هي أسماء التقنيات العلاج، خلينا نقول. محسن نقول فلسفة، محسن نقول تقنية، اللي بدك. تماماً. بس يعني إنه له أكثر، أو إبر للصينية. فينا نقول أكثر من شغلة، إن شاء الله يا رب هيك الله يعلمنا. هي الأكثر شهرة الإبر الصينية. إبر الصينية والحجامة، لا أكثر شهرة هي الإبر الصينية والحجامة يعني. تمام. أكبر شهرة فيها. تمام. كاختصاصات إذا بدنا نحكي أستاذة، نحن كل حدا مختص بنوع معين من العلاج ولا لا؟ اللي بيدرس وبيمتهن الطب الصيني بيقدر يقوم بكل هاي العلاجات، يعني هن كل علم منفرد بحد ذاته ولا لا؟ كلهم بيندرجوا كتكنيكات تحت بند الطب الصيني. هلا فينا نقول في عالم بتقول لك اني انا بدي اختص بحجامه وبس، في عالم بتقول لك لا انا بدي يعني هي اختصاصات كبيره متنوعه. تماما بتقول لك لا انا ابر صينيه وبس، في عالم بتقول لك لا ريفلكسولوجي سوجوك، يعني كل حدا
على حسب الشخص اللي حابب هو يفوت بهالتقنيه هي. تمام. طيب اذا بدنا نحكي استاذ يحيى بدايه، يعني لفت نظري اسم ريفلكسولوجي، انه شو هالتقنيه، على شو بتعتمد، وين بتطبق؟ خلينا نقول الريفلكسولوجي هي عباره عن تقنيه الضغط على القدمين واليدين. الضغط هي عباره عن اماكن بنعطي رسائل تشافي للعضو المصاب، فهي انعكاسات للعضو لأعضاء الجسم نقدر نقول. فأنا مثلاً بدي عالج الكبد، بضغط بمكان محدد بالقدمين، ببعث رسائل تشافي للكبد حتى يتعالج ويتحفز الكبد على رفع درجة الشفاء. تمام. خبرنا شوي بتفاصيل أكثر، كيف بيتم هذا؟ شو الآلية؟ أكيد في تكنيك معين بيعتمده المعالج الفيزيائي، خلينا نحكي بتفاصيل أكثر عنه. نحن اول شغله بنبلش مع المريض بهالكلمه انه بننقع رجليه بالمي والملح والخل، تمام، مشان نفتح مسارات الطاقه اللي عنده. بنقدر نقول احنا مريديانات او مسارات. تمام. فلما نفتح نحن نفتح المريديانات عنده، بنبلش بقال تقريبا شي نص ساعه، ربع ساعه، نص ساعه، بنبلش بالضغط بمعدات خاصه فينا، مثل تمام ألم الرفلكس الجعفون وبهال. تمام. قدمين وإيدين، هذول قدمين ويدين. تماماً. نقدر نشتغل فيهم. طبعاً. والألم السوجو كمان هذا له كمان طريقة خاصة بالضغط نعمل. طبعاً. بأماكن بنقاط معينة يعني. تماماً. حسب وين المشكلة العضوية المريض أو المصاب، مشان نحفزه بحيث إنه نريحه قدر المستطاع ويتعالج المريض. تمام. هلا كمان في كتير تقنيات، بس انا في فكره لفتت نظري يعني حتى فارس بموضوع الطب الصيني، انه هن بيبحثوا بدايه عن اصل الداء قبل ما يعالجوا العرض او الشيء اللي بيظهر، فهي شو هي الفلسفه، على شو بتعتمد؟ بتعتمد على الحاله النفسيه. الحاله النفسيه تبع المريض لما نشتغل عليها هي الاساس. مجرد ما كانت حالته النفسيه تعبانه بدنا نشتغل عليها لنرفع معنوياته حتى تلاقي التشافي بسرعة أكبر. تمام. حتى يصير استجابة، يعني استجابة أكثر. استجابة بصورة أكبر. تمام. تمام. أستاذة زينب، بالنسبة لموضوع القدمين واليدين، ليش تحديدا هاي الأعضاء؟ ولا ممكن بنشوف أحيانا بعلاجات أخرى، الوخز بالإبر أو العلاج بالتدليك بيستهدفوا مناطق بالظهر بالرقبة، ليش تحديدا اليدين والقدمين؟ هلا فلسفة الرفلكسولوجي والسوجوك هي بتقول لك لأنه القدمين واليدين، لأنه هلا اليدين فيها نقاط أعضاء الجسم كلها. نعم. ونفس الفكرة القدمين لها أعضاء، شو اسمه، كل عضو له مسار خاص فيه وإرنة معينة إنك تضغطه إنك تشافي وترسل له رسائل الشفاء. تمام. والتشافي هي الاعضاء الحيويه، يعني اكثر شيء هي ردات فعل انعكاسيه، انعكاس 100%. طيب بيختلف نوع الحاله، تشخيص الحاله على منطقه الضغط داخل اليد مثلا براحه اليد، يعني حسب الحاله، ولا لا هي نقاط مستهدفه شو ما كانت الحاله لتشخيص المريض؟ لا كل عضو له مكان مخصص بالقدمين، شو ما كان نوع الاصابه اللي فيه. نعم. شو ما كان نوع الاصابه. تماما. بما انه حكينا في ريفلكسولوجي وسوجوك ورجعتونا انواع مختلفه من الالام، فهو شو بيختلفوا تماما عن بعض؟ مدام شو الفرق بينهم؟ هلا انه في عندك هلا باليد نقاط كثير بسيطه وبتبقى ضيقه، وعندك المسام القدم النقاط تبعه يعني اوسع من اليدين، عرفتي كيف؟ ومنطبقها هي، ونحن هي للرياح النفسيه كثير انه اذا مثلا انه في عندك اشخاص او مرضى انه مثلا ما عندهم تقنيه انه ياخذوا هي انه يشتغلوا فيها، نحن بنعطيهم هي انه يمشوا فيها مثلا، يعني هسه لامس النقاط يعني الموجوده، ايه انه شو فيها هلا انت اذا بتعملي انه هيك فيها بتحسي انه مثل هيك. شكرا. يعني هي فيها تمام تحفيز النقاط. تحفيز هي النقاط. تمام. يعني هي مثل هيك رؤوسها مدببة شوي. ممكن أي حدا يمكن يقتني هيك شيء ببيته، بيقدر هي متوفرة موجودة عندكم أو بأماكن؟ متوفرة. إيه هلا متوفرة. تمام. عليك. طيب بالنسبة لباقي الأدوات، كونوا فتنا بالأدوات، في شو اسمه الخاتم هذا كمان. تمام. هذا بينلبس بالإصبع. هذا بينلبس بالإصبع. مثلا أنت شو بدك تحفز إنه بتبلش طلع الشحنات
100% تفريغ الشحنات. تفريغ الشحنات تمام. انا في من فتره والله يا ريت تجربوا حتى شكله حبيته اليوم فار التجارب تمعنا بال حتى حلو ينفرد الخاتم خبرينا شو حاسه مريح فارس يعني لا انت هلا طالعين وفوتيه شوي كانه مرري على الاصبع بدها تحرك بس بضغط بسيط ضغطي شوي هو تحريك على لحاله عن جد بتحس انه في عندك شحنات سلبيه فارس بتحب هلا بكفي الكورونا حتى استاذ بينفرد من فتره كمان شفنا نفس الفكره بينفرد كمان 100% من فتره كمان شفنا صارت الناس كثير تقتني الطابتين اللي بيعطوا صوت هيك صوت اجراس خفيف بيحركهم بايده كمان بيقول انه هي بتريح الاعصاب هذا كمان ضمن نفس الاطار تفريغ الشحنات بالفلسفه الصينيه من باب تفريغ الشحنات الحركه تبع ايدك لما تشتغل فيهم تمام والتريح يعني انت بتصير تفكر انه انا مشان ما يدبوا مني تنسى كل شيء بيصير فبتحريكهم بيصير في هدوء عندك وريلاكس تمام. يعني كله هو الشغل على مسارات الطاقة يلي مثل ما كنتي قبل شوي ست زينب عم تحكي انه هنن يعني نحن عم نحاول نكب الطاقة السلبية او نتخلص منها تماما. ففي عنا الإبر الصينية اللي هي الأكثر شهرة تماما إبر يعني بتكون تحكوا لنا هيك لمحة صغيرة عن آلية عملها لنقدر نميز نحن إمتى لازم الفلوكسولوجي إمتى سوجوك إمتى إبر صينية هلا أول شيء لأي مريض بنصح أنا إنه أول شيء تعملي له جلسات رفلكسولوجي شفتي الردات الفعل تبع الجسم عنده إنه ما عطتك هديك هالردة الفعل مثلا ما في استجابة ليش من المريض نفسه برجع بقول لك لأنه هو ما عنده هالاقتناع بالشيء أنت عم تساوي مثلا ترجعي للسوجوك ممكن تمشي له أنت لا السوجوك والرفلكسولوجي سوا شفتي انه الاجابه تبعه اني ما اعطت نتيجه هديك النتيجه اللي انا بدي اياها طبعا هون لا بدخل الابر وبدخل الحجامه ممكن يتعرضوا مع بعض عفوا ممكن يتعرضوا مع بعض لا انا مكملين لبعض هلا كمان مو بس انك قصت كمان مكملين اني كمان هدلون شيء عم يكمل شيء عم يكمل شيء لاصل انا النتيجه اللي انا بدي اياها نعم تماما طيب نحكي بباقي الادوات انا عم شوف هاي الخشب ما عرفنا هي شو ممكن تفيد تمام بنقدر نسميها الفطر هي لعلاج الظهر مشان ناخذها بنقاط الشياتسو نشتغل عليها حتى هي نفس الفكره بس هي النقاط الاصغر اماكن صغيره ضيقه مثلا مثل الرقبه نشتغل بهاي هي بنشتغل فيها بالظهر تمام اداه تدليك يعني هي استاذ اكثر هي اداه تحفيز إن نحن كمساعد كمعالجين نحن إن نحن نشتغل على نقاط محددة بالظهر منشان نساعد المريض تمام. حلو كتير في عنا هاي كمان كمان بنشتغل فيها أحياناً بالرقبة أحياناً بالإيدين هاي عن جد تدليك يعني هو هذا المدلق نقول له شوبك صغير ونقدر نشتغل سكنا بالمطبخ كمان تمام من فترة أنا يمكن عم بخرج عن الموضوع بس حسيت كثير عم يلتقي مع قصص عم نشوفها اليوم بحياتنا بظل التوتر والستريس اللي احنا عم نعيشه في فيديوهات عم تنتشر على يوتيوب لمكانات عم تقوم بتحطيم وتكسير بيقولوا انه هي بتريح الاعصاب الى اي حد هذا الكلام صح انا بشوف انه مثلا بنشوف مثلا مكنه عم تقوم بسحق معادن بسحق اخشاب بيقولوا انه بس يطلع فيها الواحد ممكن هيك يروق يتخلص من السلس هذا الكلام دقيق علميا او هلا هي بترجع لحاله الشخص نفسه هل هو لما يشوف المنظر هذا بيرتاح في ناس بترتاح بالقتال تمام في ناس نوع من التنفيذ انا بدي فش خلقي انا بدي اضرب مشان فش خلقي فوت على الكيس والعاب على الكيس اوكي في ناس لا بترتاح بالتنفس في ناس بترتاح بالضجيج لما يسمع ضجيج بيرتاح بحس هي بترجع لحاله الشخص نفسه ما هي بترجع انه مو كل الناس بترتاح بهذا لا هي حسب حاله الشخص قبل التعامل من حدان للثاني يعني تماما هلا يعني هي مجموعه من العلاجات مثل ما شفنا انه ممكن تكون مراحل ممكن نختار شيء بس بشكل عام هلا هي ما بعرف ليش باذهان الناس اكثر لها علاقه بالاسترخاء يعني هلا حكينا عن علاجات لامراض باطنه غير مثلا مفاصل غير ففينا ناخذ شوي هيك يعني مثل قصص من تجربتكم الشخصيه او عن علاجات لامراض باطنه باستخدام هالتقنيات اللي حكينا فيها نحن اشتغلنا على شخص احد الاشخاص معه شلل رباعي كان الحس عنده فقط لنصف اللوح بالظهر بعد 3 اشهر من فضل رب العالمين بعد استخدام العلاج بالرفلكسولوجي والحجامه والابر الصينيه صار الحس عنده تقريبا ل عند فقرات القطنيه الحمد لله ايده كان يرفع لهون وتنزل لحاله
تمام صار يرفع لها المكان هذا ويوقفها. اوكي كمان لكن للاسف الشديد هو يعني تغيرت نفسيته من حسب الضغوط اللي عليه اللي هي. فلما انت كمريض بعيد من هون يعني انه كمريض ما كانت نفسيتك مساعده للمعالج حتى بالطب الحديث نفس الفكره انه اذا ما كان المريض نفسيته متهيئه للشفاء فاكيد ما حيكون في شفاء لو شو ما استخدم. ممكن تضعف مناعته مثلا بتلعبوا على قصه انه ممكن تضعف مناعته او طاقته السلبيه تزيد. يعني هي شو الفكره؟ تماما هي صارت الطاقه السلبيه عنده الحاله النفسيه والمناعه عنده شو اسمه تمام بتخف تنزل. استاذه زينب بدي اختم معك بالعلاجات الطبيعيه اللي كنا عم نحكي عنها قبل لحظات اضافه للطب الصيني والطب البديل. في عندكم كثير مستحضرات عم تقوموا بتركيبها بمواد طبيعيه عم يكون في لها خواص علاجيه فريده من نوعها، نحكي عنها بشكل سريع لو سمحتي. في عنا هلا هون الأكبر وفي تفضلي وفي عنا هون بودرة أسنان الطبيعي. تمام هي بديل عن معجون الأسنان. بديل عن. طب شو الفرق الأسنان. يعني ليش ممكن أنا ألجأ له؟ تفضلي. ليش ممكن ألجأ للبودرة وأستغني عن معجون الأسنان؟ شو الفكرة؟ في عنا هون وجع الظهر اللي هي الوجع الآلام المفاصل. نعم. إيه. هي فكرة بودرة الأسنان. هي البودر فيها فحم أو هيك شيء؟ لا أنا ما بعرف. هي عبارة عن عفواً أنا سواب. شوي دهرت لك منها. زبد البحر عبارة عن عكبر. نعم. والنعنع. رنفولي. رنفولي أو الشكل اسم نقله. كتجربة شخصية لقيت إنه إذا بناخده بنستخدمه صبح ومساء بتلاقي تقوية للثة. قتل الفطوريات بالفم. نعم. مساعد على تبييض الاسنان. وبنفس الوقت اذا كان في التهابات بتروح بيقضي عليها. يعني هو الهدف منه اللجوء لمواد طبيعيه بحت. ما في تماما يعني نحن هلا نرجع للطبيعه شوي. تمام. يعني حتى العكبر داخل كمكون بتركيبه. فخلينا شوي نحكي عنه خاصه هلا بهالفتره الناس عم بتدور كثير على قصص ترفع لها مناعتها. فيمكن صار ترند كمان العكبر هلا بالمجتمعات بشكل عام. تماما هلا هو هي بقول لك هلا بنصح انا هلا بهذا بهي البودره لانه عن جد نحن حولنا الاكبر لبودره وبلشنا بقى نحطها بالمعجون الاسنان بالبودره الاسنان نحسن نقول. بترفع المناعه كمان كلسه كحيلا جراثيم تجيكي اسمح الله يعني عن جد يعني ان شاء الله بتلاقي الفائده عليها ان شاء الله. يعني اذا بنحكي شوي عن الاكبر كتركيبه منفصله شو هي فوائده؟ كيف ممكن تكون استخداماته والحالات اللي بيستخدم فيها؟ هو اللي روح هلا بقول لك الدرجه الاولى والقطب انه اخذ بيرفع المناعه نسبه منيحه. تمام. وهلا بالاجواء هي بدنا انه رفع مناعه لكل العالم مو بس لإلي او لك او لك. تمام راح اختم معك استاذ. هلا بالفتره الصعبه اللي عم نمرق فيها نحن موضوع فيروس كورونا والاجراءات الاحترازيه واحتواء اكثر الحالات اللي عم توصلكم اكثر المستحضرات اللي عم يكون في لها رواج اللي ممكن تفيد بهذا الظرف اللي نحن فيه هو العكبر. يعني العكبر. تماما لانه هو من افضل انواع انتاج النحل. نعم. بعد يعني اذا بنجي بنرتب انتاج النحل بنلاقي العسل اخفها اكثر منها بيجي الغبار الطلع اقوى منها بيجي الغذاء الملكي اقوى منها بيجي العكبر عفوا العكبر بعدين الغذاء الملكي اخر شيء بيجي اقواهم هو خبز النحل. خبز النحل هذا عباره عن سبحان الله عباره عن غبار طلع عسل مختوم وتجي بصمه من النحله بسم النحل اللي هو اللي احنا عم نعالج به سم النحل لسع النحل كثير بيعطي مناعه بيرفع المناعه لسع النحل. طبعا مو شلون ما كان يعني انه في ناس يعني بتتحسس منه في ناس بتكون مريضه انه بقول لك لسعتني نحله لسعته نحله مات شو السبب؟ طب نحن بنشوف شو اساسه. فهو مو مثل انسان كمان بياخذ لسعه نحل خلص انه بيرفع المناعه بياخذ لا صحيح. هذا غلط صحيح. أنا نحن بدنا ناخذ لسع النحل بدنا ناخذه تحت اشراف طبي او تحت اشراف مختص. بحلقه سابقه من دامسكو تحدثنا مطولا عن هذا الموضوع العلاج بلسع النحل. بدي اتشكركم كثير على وجودكم معنا وعلى المعلومات القيمه اللي قدمتوا لنا اياها وبتمنى لكم التوفيق. يعني نورتونا وشكرا كثير لكم وان شاء الله فعلا فارس انه نحن نقدر نرفع مناعتنا واملنا لانه بالاخر يعني هو بمواجهه اي محنه في عامل نفسي كثير قوي. لكن للاسف هلا عم نشوف شوي ترندات وظاهره اجتماعيه يعني هي القديمه الحديثه.
مخيفة اللي هي التنمر. لكن التنمر لما بيكون على نطاق وسائل التواصل الاجتماعي بفترة أصلا يعني خلينا نقول البشرية كلها عايشة بحالة سلبية، عم يكون في معنويات منخفضة، انتشار فيروس كورونا ترك بصمته الواضحة بحياتنا بنفسيتنا. فارس، صحيح، من أعراض التنمر أيضا مسائل بتأثر كتير على الحالة النفسية اللي عم نعيشها لليوم، ممكن تكون أعراض صحية أيضا. نحن لازم نكون بهي الفترة العصيبة بمنأى كلي عنا. رح نتابع سوا أعراض وأسباب التنمر بالأزمات. بالأزمات والكوارث بتصير الحياة قاسية لدرجة إنها بتجرد بعض الأشخاص من إنسانيتهم ومشاعرهم، وبصير وجه انتقادات جارحة وتنمر بدون مراعاة مشاعر الآخرين، وهذا الشيء سببه بس لفت الأنظار وتحقيق مشاهدات عالية بدون ما يدركوا مدى الأذى يلي عم يتسببوا فيه للآخرين. يعطيكم العافية، أنا الدكتور طارق ناصيف، اختصاص في الطب النفسي ورئيس الأطباء المقيمين بالشعب النفسية بمشفى المواساة الجامعي بدمشق. شكرا جزيلا لكم لاهتمامكم بموضوع كان مثار اهتمام على مستوى العالم بعدة سنوات سابقة، وتم الاهتمام فيه مؤخرا ضمن بلادنا اللي هو التنمر. بداية كتعريف عن التنمر، نحن فينا نعرف التنمر على أنه هو شكل من أشكال الإساءة أو الإيذاء يلي بيمارسها شخص أو مجموعة تجاه شخص آخر أو مجموعة أخرى، إما باستخدام السلطة أو النفوذ أو عن طريق القوة البدنية أو الجسدية بشكل مباشر. وبالتالي ممكن يكون للتنمر عدة مستويات، تنمر لفظي أو تنمر جسدي أو حتى التنمر العاطفي. بالنسبة لأنواع التنمر، نحن نصادف عدة أنواع للتنمر. أشياء الأنواع اللي ممكن نصادفها بحياتنا اليومية هو التنمر ضمن المدارس. التنمر ضمن المدارس ممكن نلاحظه بين الطلاب بشكل مباشر أو من قبل الأساتذة على طلابهم. الشكل الشائع الآخر اللي هو التنمر ضمن أماكن العمل، واللي هو كمان أمر شائع، نلاحظه ما بين المدراء أو رؤساء العمل تجاه موظفينهم أو مرؤوسيهم، بالإضافة للتنمر ضمن بين الموظفين ضمن أماكن العمل. طبعا يذكر على أنه التنمر بهي الأماكن بده يخلق بيئة سلبية إما للدراسة أو للعمل، مما يسيء إلى التحصيل العلمي أو لنوعية العمل. ولعل أكبر دليل على اللي عم نعيشه من تنمر هو على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بأيام الحظر والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. هذا النوع من التنمر بيؤدي إلى مشاكل نفسية وعاطفية وسلوكية على المدى الطويل، مثل الاكتئاب والشعور بالوحدة والانطوائية والقلق. وبالوقت نفسه اللي من المفترض فيه نداري بعض ونعطف على بعض ونتحمل بعض، لأنه البلاء جماعي والوجع وجع الكل. بالفترة الأخيرة نحن صادفنا نوع من أنواع التنمر زاد بشكل دراماتيكي، يلي هو التنمر الإلكتروني. التنمر الإلكتروني اللي هو فينا نعرفه على أنه استخدام التكنولوجيا الرقمية بتحقيق الإساءة أو الإيذاء أو التهديد أو التعذيب أو الاضطهاد تجاه أشخاص آخرين. الحالتين أو التجربتين اللي كانوا كتير شائعين على مستوى العالم وعلى مستوى بلدنا، أول تجربة كانت بخصوص التنمر على العرق الآسيوي أو الصينيين، يلي كان بسبب جائحة الكورونا، لدرجة أنه دعي الفيروس، فيروس كورونا دعي بالفيروس الصيني. طبعا هذا بشكل كان سيء من أشكال التنمر على الشعب، على مجموعة معينة بسبب مرض ظهر بشكل يعني بالصدفة وليس بشكل مقصود. بالنسبة في بلادنا طبعا ظهر نوع من أنواع التنمر يعني نحن بحاجة جدا للاهتمام فيه، اللي هو استخدام أسماء المرضى أو تداول أسماء المرضى اللي تم تشخيصهم بمرض الكورونا. طبعا من المهم جدا التنبيه على فكرة أنه أولا هذا مرض، هذا المريض لا يعاب على مرضه، لا ليس هناك أي شخص يختار لنفسه أن يكون مريض. مو ذنب المريض أنه نقلت العدوى إليه بشكل أو بآخر، هاي أولا. ثانيا اللي لاحظناه كتير ببلدنا أنه صار في تداول لأسماء المرضى أو ذويهم، أو أنه صار في مخالطة ما بين المريض وذويه وبين ذويه وأشخاص آخرين، وصار في تعامل سلبي أو سيء مع مرضى الكورونا. طبعا يذكر أنه من الضروري جدا الاهتمام بهذا الموضوع،
وخاصة بفترة مرض الشخص في حال تم تشخيصه أو تأكيد إصابته بكورونا أو مجرد الشك، أنه هذا الشخص بحاجة لدعم نفسي جيد، خاصة بفترة جائحة مثل جائحة الكورونا يلي نحن ما عنا علاج واضح مثبت علميا موجه تجاه هذا الفيروس. طبعا بالنسبة للتنمر، نحن التنمر عنا آثار سلبية كثيرة بالنسبة على الفرد، إما على مستوى الصحة النفسية أو الصحة الجسدية أو حتى الصحة الاجتماعية. بالنسبة لتأثيراته على الصحة النفسية، فممكن نلاحظ عند الأشخاص اللي عم يتعرضوا للتنمر أعراض اكتئابية قد تصل إلى مرحلة الانتحار، أو أعراض قلقية تؤثر على سير حياته اليومية. ممكن يصير في عنا شيء، أو طبعا بالنسبة ممكن يصير عنا اضطرابات شهية أو اضطرابات في النوم. ممكن يصير عنا شيء اسمه نيجاتيف كوبينج ستراتيجيز، يلي هي وسائل أو آليات تأقلم سلبية. فممكن الشخص اللي عم يتعرض للتنمر يلجأ للتدخين أو الكحول أو تعاطي المواد الإدمانية، يلي ممكن هي عبارة عن وسيلة لتخفيف الآثار السلبية للتنمر، فبيتحول لشخص مدمن بغية يرتاح من هاي الآثار السلبية. كل هاي الأمور رح توصلنا كمان بشكل مباشر أو غير مباشر لآثار جسدية سلبية عن طريق الستريس أو الأعراض القلقية اللي ممكن تصير. طبعا يذكر أنه الستريس هو من الأمور يلي ممكن تخفف من القوة المناعية عند الإنسان، خاصة أنه الستريس ممكن يحرض إفراز هرمونات الشدة يلي هن الكورتيزول والأدرينالين والنورأدرينالين. الكورتيزول رح يلعب دور بشكل مباشر بتثبيط العوامل الالتهابية، الأدرينالين والنورأدرينالين رح يعملوا تأثيرات بالتقبيض الوعائي يلي بتتأثر بشكل غير مباشر على المناعة على مستوى الجسم. هاي التأثيرات رح يعني نحن عم نحكي عن تأثيرات مناعية، المناعة اللي هي نحن عم نعول عليها بعلاج مرض الكورونا حاليا، حتى استخدام أو إيجاد علاج فعال في مرض الكورونا. بالإضافة لهالشي، بيلجأ الفرد اللي بيتعرض للتنمر بهاي الأوقات للسلوك العدواني نتيجة التنمر، وبيتحول هو نفسه مع الوقت لمتنمر أو لإنسان عنيف، وممكن يوصل التنمر الضحية إلى الانتحار، بحيث أثبتت الدراسات أنه ضحايا الانتحار بسبب التنمر في ازدياد مستمر، وخاصة بأوقات الكوارث والأوبئة والأزمات. الأهم من هذا كله أنه من أعراض التنمر هو الصداع وآلام المعدة وحالات من الخوف والذعر وضيق بالتنفس، اللي هو أيضاً من أعراض فيروس كورونا. فقديش ممكن تكون نتائج التنمر كارثية بهيك وضع؟ نشر الشائعات اللي بيعتبر الحدث الطاغي بهي الأيام وبكل دول العالم هو أحد أنواع التنمر، ويلي بالغالب بيتبع هالشائعات سلوك عدواني متكرر بهدف الإضرار بشخص آخر عن عمد جسدياً ونفسياً، كما أنه التنمر تصرف فردي بطرق معينة من أجل اكتساب السلطة على حساب شخص آخر. كل حالة تنمر بتختلف عن الأخرى وفق الأزمات الأسرية وشريحة الأعمار، وفق مستويات الذكاء والطبقة الاجتماعية وغيرها، إلا أنه السبب الرئيسي للتنمر هو سبب تربوي وأخلاقي، وبهالأزمة اللي عم يمر فيها العالم لابد من تقوية هدول الجانبين للوقاية من التنمر، وخاصة بأوقات الأزمات الظاهرة اللي بتدمر مجتمع بالمستقبل. إجراءات بسيطة يمكن القيام بها للوقاية من فيروس كورونا: غسل اليدين المتكرر بالماء والصابون بشكل جيد، الإكثار من تناول السوائل، التغذية الجيدة لتقوية الجهاز المناعي، تقليل التواجد في الأماكن المزدحمة، البقاء في المنزل حال الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، التعقيم الدائم، والغرغرة بالماء الدافئ والملح لقتل جراثيم اللوزتين ومنع تسربها إلى الرئتين. عند اتباعك لهذه الإجراءات الوقائية ستجد نفسك في أمان من فيروس كورونا. كيف ينتقل هذا الفيروس؟ عبر الاختلاط المباشر مع المصابين، الرذاذ المتطاير من المصابين أثناء العطاس أو السعال، لمس أدوات المريض ثم لمس الأنف أو العين أو الفم.
ماذا لو أصبت بفيروس كورونا؟ ما هي الأعراض التي ستبدأ بالظهور؟ السعال الجاف، ضيق التنفس، الالتهاب الرئوي إضافة إلى الإسهال والإقياء. وفي النهاية عندما نتعرف على حقيقة أي فيروس ونعي كيفية التعامل معه والوقاية منه سنكون في أمان حتماً. تابعين معكم مشاهدينا بحلقتنا لليوم صبا، رح نروح لمحطة سريعة على أخبار الطبية والتكنولوجيا. رح أبدأ بخبر نشرته الدراسة حديثة، نشرتها دورية برين العلمية البريطانية المعنية بدراسة الدماغ البشري، قالت فيها أنه الجمع بين تقنية التحفيز العميق للدماغ والذكاء الاصطناعي يمكن أنه يساهم بالتنبؤ بحركة الأطراف وبالتالي التحكم بالحركة بالنسبة لمرضى الشلل أو مرضى باركنسون، أو التحكم بالأطراف الاصطناعية الروبوتية يلي ممكن يستخدمها الأشخاص اللي ما عندهم أطراف طبيعية. يعني فارس، قديه هالدراسات وقديه هالكلام بيعطي أمل للأشخاص اللي فعلا هن قديه معاناتهم كبيرة. أكيد. موضوع الشلل أو داء باركنسون، يعني نحن ما نقدر نستخدم أطرافنا، ما نقدر نمشي أو حتى أحيانا هيك يعني نمسك أغراضنا الشخصية، هذا شيء كتير متعب. والحلو بهاي الدراسة أنه كان في من ضمن الباحثين، وحتى هو خلينا نقول الباحث الرئيسي فيها الباحث الأردني سائد الخوالدي، يلي كان عم يحكي أنه الجمع بين هالتقنيتين أكيد هو يعني مثل حيترجم الإشارات لصادرة عن دماغ فارس، وهي يعني إلى علاقة بتحريك الأطراف، يعني بتساعد هذا الشخص على أنه تترجم هاي الإشارات ليقدر هو يحرك أطرافه سواء كان بيعاني من الشلل أو من اضطرابات الحركة مثل باركنسون. وبيقول أيضا الباحث أنه في نتائج إيجابية تنير الطريق نحو تقنيات بتستخدم إشارات الدماغ من منطقة تعرف باسم العقد القاعدية، وتقنيات ما تعرف بتعلم الآلة اللي بوفرها الذكاء الصناعي من أجل تقديم حل لمرضى الإعاقات الحركية من خلال التنبؤ المسبق بالحركة اللي عم يفكر فيها المريض نفسه، فبيساعده يمكن لحتى هو يقدر فعلا ينفذها. ويعني إذا بنحكي بختام هالدراسة، فالباحث أيضا قال بأنه التحفيز العميق للدماغ عم بيصير عن طريق زرع مجسات كهربائية بمناطق معينة من الدماغ. هلأ هذا الشيء بينظم نشاط الدماغ، كونه ممكن يكون في اضطراب حركي مثل مثلا بداء باركنسون، كتير ممكن أنه هو يساعد ويعطي أمل لمرضى بيعانوا كتير بحياتهم مثل مرضى الشلل وباركنسون. فارس، إن شاء الله هالتجارب بتتكلل بالنجاح ومنشوف حل جذري لهي المرضى اللي يمكن هالمرض تعتبر من الأمراض الشائعة عند الكبار بالسن، مرض باركنسون أو الشلل الدماغي. رح نروح للتكنولوجيا، وشركة يابانية تكنولوجية عم بتطور تكنولوجيا خاصة بطائرات من دون طيار، هي الأصغر بالعالم. افتتحت الشركة معرضها الأول بطوكيو لتسليط الضوء على هي الطائرات ومدى أهمية استخدامها، وبلغ وزن الطيارة أقل من 200 جرام، يعني قديش حجمها عم بيكون صغير ووزنها. تم استخدام هذا النوع من الطائرات لأول مرة لأغراض تجريبية، بغية مسح الأضرار الناجمة عن الزلزال اللي صار مؤخرا بمحافظة كوموماتو بجزيرة كيوسيو اليابانية. حمل الطائرة بدون طيار ممكن حملها بالإيد مع بطاريتها، لأنه مثل ما قلنا هي دوب بوصل وزنها ل 200 جرام تقريبا، وهي يعني سبا لا كثير كثير رواق. حتى فينا نقول فارس انه هي عندها جهاز لتحديد المواقع والملاحه اضافه للبوصله وكاميرا التصوير، هي بتقدر تاخذ صوره ثلاثيه الابعاد، اضافه لانه هي كمان ممكن التحكم فيها حاسوبيا. حكينا كثير عن التكنولوجيا، لكن دائما شو بيقولوا فارس وما رائن كمان سمع، لهيك خلونا سوا نشوف بهالفيديو هالطائره الجديده، تابعوا معنا.
رجعنا ومتابعين معكم مشاهدينا بحلقة دامسكو لليوم. هلا رح نروح لنستقبل ضيف المجتمع يلي يحكي عن مدونة وطن إيسيريا. هي بوابة إلكترونية متخصصة بإعلام المجتمع المحلي، تأسست ب 16 نيسان عام 2008 برعاية من الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية. سبا بتهدف المدونة لصناعة محتوى رقمي محلي من خلال الاعتماد على محرريها ومراسليها بمختلف المدن والقرى السورية اللي بيشتغلوا تحت إشراف هيئة التحرير المركزية مقر العاصمة دمشق، ومرجعيتها ومصادر محتواها هو المكونات الاجتماعية المختلفة. يعني فارس، قبل ما نتواصل نحن مع ضيفتنا من المدونة ونشوف قد ايه هي لها جمهور خلينا نقول بالعالم الإلكتروني، رح نحكي كمان على الشيء اللي حققته مدونة إيسيريا لأنها حصلت على جائزة أفضل موقع إلكتروني عن فئة المحتوى بال 2018 المركز الأول بمهرجان الإعلام. أيضا حصلت على جائزة أفضل موقع إلكتروني عن فئة المحتوى بسنة 2019 المركز الثاني بمهرجان الإعلام الثالث. وهلأ حتصير معنا عبر الهاتف الصحفية لمى علي يلي هي أحد أعضاء فريق إيسيريا مدونة وطن. تحياتي أنسة لمى، كيف صحتك؟ يا هلا، أهلا وسهلا فيكم. مساء الخير لمى، أهلا وسهلا فيكي معنا بدامسكو عبر شاشة العالم سوريا عبر الهاتف. أهلا وسهلا فيكي. مساء النور، تحية لكم. شكرا كثير لك. لما نحن حكينا قبل شوي عن مدونة وطن إيسيريا بشكل عام، هلا بدنا شوي نركز على عملها وعن فرقها عن الإعلام الإلكتروني، الإعلام التقليدي المكتوب يلي نحن تعودنا نقراه دائما. شو بتختلف المدونة وتحديدا مدونة وطن؟ تمام. هلا بشكل عام خليني انا احكي عن الفرق بين مدونة وطن هي كأحد نماذج الإعلام الإلكتروني عن الإعلام الإلكتروني التقليدي اللي هو أنتم بتشوفوه كمنصات ومواقع إلكترونية مختلفة. أول اختلاف اللي هو الاختلاف الأهم الحقيقة، نحن المواد اللي موجودة بمدونة وطن أو بالمدونات بشكل عام على اعتبار هي تدوين وتوثيق، بقى هي بتكون مواد حية لا تموت. يعني فينا نقول إنه هاي المادة تصلح لأي زمان ومكان، يمكن تناولها بأي وقت ومن قبل أي شخص. ممكن تلاقي أنت أغلب المواقع اللي بتتناول الأخبار اللي هي بتنتهي بلحظة أو بعد فترة زمنية كتير قصيرة، بينما مواد التدوين والتوثيق هي مواد بتدوم لفترة زمنية أطول، ومثل ما قلنا هي ما إلى صلاحية محددة بالزمان والمكان. كخصوصية مدونة وطن أيضا فينا نقول هي أحد نماذج الصحافة الإيجابية، اللي إحنا منبتعد عن موضوع التناول السلبي، عن إذا فينا نقول يعني نحكي بشكل إنه بتقدم أو بتحمل مدونة وطن شعار سوريا الجميلة، يعني من خلال تدوين مكونات المجتمع السوري سواء شجر، بشارة، حجر، أي شيء من مختلف مكونات المجتمع بجميع المحافظات السورية. نحن عم نركز على موضوع التميز والجمال والأشياء الإيجابية اللي موجودة عندنا بالمجتمع السوري، وهي ما أنا موجودة بتوقع بأغلب الإعلام الإلكتروني أو حتى الإعلام التقليدي اللي عم يتناول سوريا بمختلف الجوانب. في كمان ممكن نضوي على نقطة، المواد التدوينية اللي هي جزء اللي هي فينا نقول وجه آخر للتوثيق، هي ما بتحتوي على رأي ولا توصيف، وإنما هي نقل للواقع والحادثة من فينا نقول من فم المصدر. يعني مثلا إحنا وقت مثلا نروح نوثق هذا المكان أو هاي الشخصية، نحن منروح للمرجعيات اللي هي أساسا هي أصحاب هاي القصة، ومن ثم بناخذ هذا الحكي وننقله نقلا حرفيا فينا نقول عن هذا عن المصدر. لا منحط رأينا ولا منحط توصيف للحالة ولا منحط أي شيء، وإنما بيكون هو قل عن المصدر. تمام. لما حكيتي عن الشريحة المستهدفة بدي أقاطعك، يعني جمهور، يعني اليوم عم تتوجه المدونة للجانب المشرق من مما يجري على أرض الواقع، فهي اليوم بهالظرف اللي عم نعيشه قديش عم تستقطب جمهور الأشخاص اللي يمكن بدهم يهربوا من أخبار الحروب والكوارث والأوبئة بظل الظروف الصعبة اللي عم بنعيشها؟ نحكي شوي عن جمهور مدونة وطن وبهي الفترة تحديدا. تمام. هلا موضوع الجمهور مدونة وطن، وخاصة نحن كموقع هو موقع محلي، نحن ما بنتناول الا المواد اللي خاصة بسوريا. بقى انت متخيل قديش في سوريين عندهم هاي الرغبة بالخوض بخصوصية مجتمعهم والتنوع اللي موجود عندنا بالمدونة، لان نحن عم ندون تراث، اماكن، شخصيات، فن، اداب، اعمال، رياضة، مجتمع الى اخره. بقى كل انسان سوري عنده الا ما يكون عنده اهتمام بجانب من هاي الجوانب. بقى يعني انا من وجهة نظري كل إنسان سوري
ممكن يكون ممكن تكون المدونة هي طلب لإله بوقت معين للبحث عن مادة معينة للخوض بتفاصيل، أو حتى ممكن يكون هو مرجعية حقيقية وقت يكون هو عم يبحث بالمجال السوري تحديدا محليا محليا، وخاصة مثل ما قال زميلي كمان أنه بيظل الضغط النفسي والأخبار السلبية اللي عم نعيشها، وخاصة بعد سنين الحرب وهلأ الحالة اللي موجودة عنا، بقى أكيد في يعتبر متنفس للسوريين لحتى هم يلاقوا الجانب الجميل من سوريا لحتى هم يطلعوا عليه بعيدا عن الشيء السلبي. يعني لما كتير حلو لما منقول وجه سوريا الجميل، كتير حلو نحن لما فعلا منبين هالقصص الإيجابية، بس خلينا نحكي يعني بوجهة نظر العامة حول الصحفي والصحافة ودور الإعلام، انه هو فارس اللي بيغطي الحقائق، يعني هو العدسه المكبره اللي بتورجينا الحقيقه مثل ما هي تماما. يعني الصحافه الايجابيه عم تغطي الجوانب الايجابيه فقط، فبرايك هل هذا يكفي؟ يعني في لها جوانب سلبيه مثلا؟ هلا كان هو الحقيقه وقت بلشت الحرب على سوريا كان تحدي بالنسبه لمدونة وطن هذا الموضوع، يعني انت متخيله بلد حيعيش سنين طويله من الحرب انه وين بده يلاقي اشياء ايجابيه لحتى يضل يحكي عنها يوميا في كل المحافظات السوريه طبعا. ومدونة وطن قدرت تنجح بهذا التحدي، نحن ضلينا 9 سنين او 10 سنين حرب، نحن ما عم نحكي ولا شيء سلبي، على طول عم نبين الجانب الايجابي، مثل ما قلت لك لا عنا مبالغه ولا عنا توصيف ولا عنا شيء، نحن عم ننقل حقائق. بقى كنا يعني مرقنا بسنوات وفعلا كان تحدي كتير كبير، بس كان كل يوم عم نلاقي بسوريا شيء جميل، بكل المحافظات عم نلاقي شيء، بس ما عرضكم هالشيء لانتقادات لما انه نحن ما منشوف غير الجانب الايجابي؟ هل نحن عايشين بعالم طوباوي مثلا ما في غير قصص جميله؟ لا لا هلا، لانه نحن بتحسي في تخصص، يعني انا مثلا تخصصي اني انا عم بحكي تدوين عن الاشياء والاماكن والشخصيات ولا الى اخره، وفي حدا تخصصه هو ينقل الواقع مثل ما قلتي انت كعدسه مكبره وينقل للجمهور، بس طالما انا عم بنقل لهم حقيقه وحقيقه ايجابيه هن عم يلمسوها من خلال الماده من خلال الصوره من خلال الاشخاص اللي نحن والمصادر اللي عم نلتقيهم، بقى ما كان فيها الانتقاد، وانما بس كان موضوع تحدي انه ايه انتم مثلا بعد كم سنه وشوفكم ضلوا تحكوا الدنيا خراب وما في ولا شيء في سوريا هو جميل، لا بس للحقيقه قدرنا نتجاوز هي القصه وقدرنا نحن خلال كل السنين الطويله خلال الحرب ان احنا نضل عم نحكي او عم نشوف الوجه الجميل لسوريا. تمام، لما بدي احكي عن التفاعليه بمدونة وطن، قديش عم يكون طاغي العنصر التفاعلي بين القارئ والمحررين، وقديش كانت مدونة وطن باب لدخول الاشخاص لعالم وغمار العمل الصحفي؟ حقيقة خاصة بالفترة الأخيرة وبعد انتشار السوشيال ميديا، يعني كان في كتير تفاعل من قبل الجمهور، وخاصة أنا مثل ما قلت قبل شوي كنت عم بحكي عن موضوع وقت بيكون الإنسان في اهتمام بجانب معين بضل عنده هذا الشعور الداخلي اللي هو بيطالك إنه أنا حابة أعرف عن قريتي شغلة فلانية، عن هذا الشخص اللي هو مثلا ممكن يكون أنا مثلا من مدينتي، أو مثلا إنه أنا بعرف إنه في شعور معين بيجذبك لحتى إنه أنت تدخل بالتفاصيل، هاي اللي خلت تفاعل جديد بين الجمهور استهداف جمهور سوري بشكل عام وبين مواد مدونة وطن. بقى كان في انه في كثير ناس مثلا بيقولوا لنا مثلا انه اكتبوا مثلا عن فلان، تذكروا مثلا المنطقه الفلانيه القريه الفلانيه، بقى كان في كثير قصص انه هي تبع المقترحات اللي عم تجي من الناس اللي هي عم تقرا وعم بتتابع، وحقيقه اغنتنا وحسستنا بقيمه المدونه من خلال متابعه الجمهور، لانه بتعرفي انه اكيد اكثر حافز بيخلي الصحفي انه هو يستمر بعمله وقت بيشوف انه هو مواضيع عم تنقرا ومتابعه في الى جمهور وقادر انه هو يمر بالعطاء وحدا يعني عم يكون في فعل ورد فعل. يعني حلو كثير، يعني لما مثلا ممكن نقول انه في شريحه واسعه من المغتربين ممكن يكونوا هن جمهور مدونة وطن، كونه دائما المغترب بيضل عنده حنين للاشياء الجميله، بينسى اي شيء يعني ممكن يكون ما سلبي او ما يحبه وبيبقى بذاكرته بس الاشياء الجميله. وخاصة نحن في عنا باب مخصص للمغتربين، يعني أي مغترب خارج بأي مكان خارج سوريا محقق إنجاز حمل اسم سوريا فيه، نحن عم نخصص مادة عم نطلب عن هذا الإنجاز عم نضوي على هدول المغتربين. بقى فعلا بيكون هو يعني أول شيء هو يعني عم يكون إذا هو إنسان مميز هو إله الفرصة لحتى يكون ضمن شخصيات مدونة، بالجانب الآخر مثل ما قلت اهتمامه بالتفاصيل اللي هو بعيد عنا، حابب يعرف تفاصيل أكثر، سواء الأشياء الموجودة هلا الأماكن الشخصيات أو شيء القديم اللي هو راح وهو ممكن ما في حدا عم يشكي له إياها هلا على اعتبار جديد، يعني عن الجو إذا بدنا نقول.
نعم نعم. لما اليوم نحن بحالة العالم كله يتحد لمواجهة فيروس ووباء عالمي اجتاح كل قارات العالم وكل الدول، أي منبر اليوم، أي مساحة، أي منصة بحالة استنفار للقيام بدورها في مواجهة هذا الوباء، شو كان دور مدونة وطن بأخبار فيروس كورونا والإجراءات اللي عم تقوم كونها هي بالنهاية مدونة سورية، يعني تماشيا مع الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة والدولة السورية كإجراءات احترازية للتصدي لفيروس كورونا، شو دوركم عم بيكون؟ أكيد. هلأ نحن من خلال المدونة وهي على اعتبار بتغطي بكل المحافظات السورية كان في عنا توجه لتغطية جميع المبادرات المجتمعية الفردية أو الجماعية اللي تقدمها المنظمات، المجتمع الأهلي، المؤسسات، الأفراد على اختلافهم، المبادرات اللي خاصة بموضوع التوعية أو الحد من انتشار فيروس كورونا. بقى كان هذا الموضوع صراحة يعني نحن هلا بدي أقول إنه عم نحاول قدر الإمكان نحن بس نتوجه يعني أو نركز على هذا الموضوع بشكل أساسي على اعتبار إن كل العالم مهتمة، وعم نحاول نظهر الحالة الإيجابية لتكثيف الوعي من خلال هاي المبادرات أو من خلال هذا الموضوع اللي هو منتشر بكثير المحافظات، ومن خلال أي مادة طبعا أنت بتعرف إنه وقت بيكون عم نحكي عن هيك مبادرات حيزيد الوعي عند المواطن، حتخلق عنده نموذج القربة اللي هو ممكن يشكله حالة تنافس انه انا امتزق يعني احاول اني اعمل مثل الاخر، هاي المحافظات اعمل مثل المحافظة الثانية، انا هاي القرية مثلا عندي امكانيات او هذا الشخص او هاي المؤسسة، فهذا بيولد انتشار منافسة على العطاء يمكن تمام على العطاء وعلى الحالة الايجابية على تقديم المبادرة على نشر الوعي اكثر على الالتزام على اعتبار مثلا انا شوف انه حدا عم يقدم عندي انا كمان لازم اعمل عليه. هاي التركيز كان خلال عمل مدونة وطن خلال التركيز على هاي المبادرات ومثل عم قلت تقديم القدوة مشان نحن عطول نستمر بهاي الحالة الإيجابية. يعني كل الشكر لإلك لما صراحة الطاقة الإيجابية الموجودة عندك بعتقد إذا هي موجودة عند كل الفريق فحتنعكس فعلا بالمدونة. كتير شكرا لإلك، بنتمنى لك الصحة والعافية لحضرتك أكيد، وما فينا فارس ما نرجع نذكر دائما بأنه الالتزام والتقيد بالإجراءات يعني اللي هي بصراحة إجراءات صحية روتينية لازم ترافقنا بكل أوقاتنا هي الوحيدة اللي بتكفل لنا الاستمرارية بوش أي محنة أو حتى جائحة. أكيد. وضمن مبادرة قناة العالم سوريا تحت عنوان التزامك وعي عم نقوم بنشر ونصائح وإرشادات بشكل دوري عبر شاشتنا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي كنوع كنصائح وإرشادات احترازية للتصدي لفيروس كورونا. رح نتابع محطة من هالمحطات سوا. حلقتنا بتكون خلصت، وقتنا بيكون انتهى، بدي اتمنى لكم ايام مليئه بالتفاؤل بالطاقه الايجابيه اللي نحن بامس الحاجه له اليوم بالوقايه. ما تنسوا دائما الاجراءات الاحترازيه للتصدي لاي فيروس خاصه الوباء العالمي اللي اجتاح كل العالم فيروس كورونا. ضلوا بالف خير. اكيد كمان فارس بدنا نذكر متابعينا ما ينسوا يتواصلوا معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب انستغرام، اي فكره اي تلميح اي مبادره نحن كثير بنحب كاسره دامسكو والعالم سوريا بشكل عام انه نحن نضوي عليها. ضلوا بكل الصحه والعافيه.